وما زلنا وسط أهالينا الطيبين، أهالينا من الشباب اللي رحلة كفاحهم ونجاحهم بدأت من الجيل السابق والجيل اللي قبله. معانا الأستاذ أحمد أبو الخير. أستاذ أحمد أبو الخير من أهم وأقدم تجار الملابس في منطقة بولاق. والحقيقة أن الموضوع مش في الملابس، الموضوع في الأساس اللي وصل الملابس. أستاذ أحمد منورنا في برنامج أهالي. منور حضرتك. ربنا ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام ما شاء الله، اللهم بارك. بس دي آخر مرحلة نوصلها، عشان أستاذ أحمد نقدر نقول إن هو سلسلة في حالة ابتدت من 1908 تقريبا. تمام 1908. احنا من أقدم عائلات هنا في بولاق. تمام. احنا من 1908، بس ما كانش هو ده النشاط. أنا كان جدي، أو تحديدا والد جدي أنا، كان عنده معمل طرشي في مكان وزارة الخارجية. ابتدى سوق الملابس يعني يزدهر في بولاق، وابتدت تبقى الوكالة، فابتدينا عملنا يعني شيفت الكارير وبقينا بتوع ملابس. وبعدين الحكم المكان في أوائل التسعينات كده ابتدى موضوع الملابس يعني يزدهر. فاحنا عندنا معتقد ان احنا ما ينفعش نبيع مكاننا. ده مكانكم انتوا؟ اه اشتريتوا يعني؟ تمام. يعني لا، من هو كان احنا اشتريناه من سنتين ثلاثه. اوكي. بس احنا كنا ايجار قديم قبل كده، فما عندناش معتقد ان احنا نبيع. يعني ده الجدر. فمحدش بيطلع من جدوره يعني زي ما بيقولوا. كويس. تمام. بس فابتدينا بقى في موضوع الملابس ده في اوائل التسعينات تقريبا. الفكره جت منين وازاي؟ الفكره جت ان هي كانت خلاص التجاره ابتدت تبقى ده مكانها. وكلوكيشن، ان انت تستفاد من اللوكيشن اللي انت فيه احسن ما تفضل عامله مكتب بيفتح ساعتين بالليل بس. فجت من هنا. حضرتك من اقدم العائلات في بولاق. تمام. وحضرتك مولود هنا. تمام. طيب حضرتك في الاربعينات، في اوائل الاربعينات. 42. ممتاز. يعني شفت بولاق، هنقول مثلا وعيت على 30 سنه منها. تمام. طيب هل تقدر تحكي لي عن بولاق من 30 سنه وبولاق النهارده؟ ايه الفرق ما بينها في الطباع والعادات والاشخاص والناس؟ ايه الفرق اللي بتقعد تفتكره كده زمان؟ بصي، هو الفكره كلها ان لما التجاره دي دخلت المنطقه عملت رجل غريبه للمنطقه. يعني بقى في زوار كتير. حلو. غير ما كانش طبيعه الحال كده الاول، ما كانش في ناس كتيره بتيجي، ما كانش في ناس كتير بتروح. الحاجه الثانيه، الطباع بتاعت الناس فضلت زي ما هي مع 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 تغير بسيط. او اللي هو زي ما نقول ايه، دخول التكنولوجيا والتطور العصر. لكن طباع الناس هي الناس كلها تقريبا عارفه بعضها. في الكبير كبير يعني في تقدير لحته الكبير والصغير. نقدر نقول ما زالت محتفظه بروح المنطقه الشعبيه. بكل اكيد تقاليدها الجميله. اكيد الفرح بتاع الكل، العزاء بتاع الكل. يعني احنا صدفه النهارده ان في شارع موازي حاله عزاء، الشارع كله قافل. طبيعي. يعني انا ده شفته بعيني. طبيعي، والناس تقف. ما زالت المنطقه محتفظه بطبيعها الشعبي. طبعا. حضرتك في التسعينات ابتديت تجاره الملابس. تمام. احنا في حي او في منطقه الوكاله. تمام. اللي معروف عن منطقه الوكاله او الدارج انها منطقه ملابس مستعمله باسعار رخيصه. تمام. ثم ابتدى الموضوع ده يتغير والمفهوم يتغير. تمام. والنهارده بقى احكي لي كده عن الوكاله. لا، الوكاله زمان كانت بتاعه الناس الغلابه، ابتدت تضم طبقات مش الغلبان بس، اللي بيدور على حاجه ماركه. اللي بيدور على حاجه، اللي هو عايز يجيب حاجه كويسه جدا وبسعر كويس. كويس. الحاجه مستورده ولا صناعه محليه؟ مستورده. مستورده. طيب ازاي الوكاله تحديدا قادره تجمع ما بين الحاجه المستورده والسعر الكويس؟ هي الفكره كلها ان هي بتبقى سعرها يعني مش غالي. ايوه. ليه؟ ما هو حضرتك بتستورد وغيرك اللي في المول بيستورد. تمام. ليه الفرق الرهيب ده في الاسعار في الوكاله كلها؟ ده جديد وده مستعمل. تمام. ده جديد وده مستعمل. ففرق السعر مع فرق التكلفه مع فرق حاجات كتيره تانية هي اللي بتاثر في السعر. طيب استلمت المكان ازاي وطورته ازاي؟ وهل دراستك كانت مجرد شهاده اللي هو يا ابني خد شهادتك واعمل اللي انت عايزه، ولا استغلتها في تطوير
الشغل؟ لا، شهادتي ما كانتش مجرد شهادة، استفدت منها كتير، وخصوصا ان انا قبل ما استلم من والدي اشتغلت بره في شركة لغاية لما بقيت كبير محاسبين، وبعد كده استقلت في العشرين سنة الأخيرة من 2000. المحل هنا، مش هنتكلم بقى عن المكان، كان إزاي؟ ولما أنت بقى وأنت طالب في ثانوي ثم جامعة ثم محاسب ثم دلوقتي، هي الفكرة كلها الفرق بين زمان ودلوقتي في كم البضاعة. يعني كان زمان برضو الوالد مجهوده على قد، فما كناش بنستهلك أو بنجيب بضائع كتير. لكن اللهم لك الحمد دلوقتي إحنا بنستهلك بضائع أكتر وبنبيع جملة فهو ده الفرق بين زمان وبين دلوقتي، ان احنا كنا زمان على قد القطاعي بس. انا اللي اضفت موضوع الجمله ده، ان احنا ممكن نبيع بالمورد للناس. يعني حضرتك استورد وبتبيع جمله وفاتح المحل. تمام. طيب، واحنا مقررين نيجي الوكاله، اكيد لازم ننزل ونختار النماذج اللي هنقدمها لاهالينا. اهلا وسهلا. طيب، اختيارنا لحضرتك ما كانش من فراغ. انا وحضرتك اول مره نتقابل. طبعا. بس جالي سي في ما شاء الله من زمان. ربنا يبارك فيك. من اهم مقومات السي في ده ان عائلتكم من كبار المنطقه. ربنا يبارك فيك. او طبعا كبار مقاما وكبار عرفا. ربنا يبارك. بمعنى ان حضراتكم او عائلتكم من العائلات اللي ممكن تحل نزاعات عرفيه، ممكن تحكم ما بين خلافات حكمها يمشي بالبلدي كبار المكان. ربنا يبارك فيك. ممكن حضرتك تحكي لي الناحيه العرفيه دي بقى، حضرتك ورستام من باباك ابتدت ازاي؟ هو الناحيه العرفيه انا خدتها من الوالد بحكم ان احنا قدام، فاللي هو بنرجع للاصول. هل ده يصح ولا ما يصحش؟ هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ تمام. يعني واقرب مثال على كده، وده مثال قريب، كان في حد هنا برضو بيشتغل معانا، مش معانا في الشغلانه يعني. كان متزوج من واحدة وحصل انفصال، فتدخلنا وقلنا ازاي يتم الانفصال، وهي تاخد ايه، وهو يبقى ملزوم كل شهر بايه. كلنا من منطقة اصولنا شعبية، وده شيء مشرف طبعا. الحكم العرفي لا يرد، لا يمكن كلمة كبير المنطقة هنا لا يرد، وفي نفس الوقت لازم يكون يعني بالحب، بعيدا عن ما هو كده كده كله بالحب. تمام. بعيدا عن كده، ان هو لازم يكون برضه باصص بعين الاعتبار على الحاله اللي هو هيقول عليها، هو فعلا هيقدر يوفي بالكلام ده ولا لا. تمام. لان في بعض الاحيان، وده حصل معايا انا شخصيا، ان هو ما قدرش يوفي بالكلام، فانا اللي كملت يعني. انت التزمت مكانك. بالظبط. تضمن الطرفين. بالظبط. طيب، زمان ايام والدك كان نسبه الالتزام بالحكم العرفي كام في المية؟ والنهارده 100%. والنهارده 100%. ودلوقتي برضو يعني الفكره كلها بتبقى عمليه يعني تقدير. يعني عشان خاطر فلان اتدخل فهنعمل كذا. تمام. هي كلها عمليه تقدير في الاول وفي الاخر، غير ان زي ما قلت حضرتك في اول الكلام، ان الناس كلها هنا عارفه بعض تقريبا. حضرتك نموذج شاب مشرف جدا. ربنا يبارك فيك. احنا اتشرفنا لحضرتك، نورنا. ربنا يبارك فيك. حضرتك قدمت رساله لاهالينا في البيوت، الابهات والاولاد، ان الوكاله مش بتاعه الناس الفقراء. الوكاله فيها ماركات، الوكاله طبعا فيها اسعار حلوه طبعا، الوكاله فيها الاستاذ احمد. نورتونا. اللي هيستقبل نورتونا. الكل. نورتونا. حضرتك شرفتنا. ربنا يبارك فيك. حضرتك نورت برنامج اهالينا. ربنا يبارك فيك. شكرا ليك. ربنا يبارك فيك. وتحياتي للي ربوك. ربنا يبارك فيك. ربنا يرحمهم. ربنا يبارك فيك. يبارك في اللي موجود. ربنا يبارك فيك. ويسلم لربك. ربنا يبارك فيك. نورتنا.